ازاي الطلاب؟ السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله نشتغل مع بعض النهاردة سيكشن رقم 4 في مادة محاسبة التكاليف المعيارية والموازنات للفرقة الرابعة تجارة عربي شعبة المحاسبة. السيكشن اللي معانا النهاردة تمرين على حساب الانحرافات عن المعايير. بيقول لي في التمرين ده احسب الانحرافات عن المعايير من البيانات الاتية والتي تتعلق بمصنع السلام خلال شهر اكتوبر سنة 2010، وذلك باستخدام النموذج الثنائي. طيب النموذج الثنائي عندي، يبقى انا مطلوب مني انحرافين، هما انحراف الزمن وانحراف معدل الدفع. يبقى طالما بيقول لي احسب الانحرافات باستخدام النموذج الثنائي، يبقى انا مطلوب مني ان انا احسب انحرافين، وهما انحراف الزمن، واللي احنا كلنا عارفين من السكشن اللي فات انه بيكون مسؤولية ادارة الانتاج، والانحراف التاني او النوع التاني اللي هو انحراف معدل الدفع، وده بيكون مسؤولية ادارة شؤون العاملين او الموارد البشرية. طيب خلينا نبص مع بعض في البيانات اللي مدهالي علشان نقدر نحسب الانحرافات وفقا للنموذج الثنائي. في التمارين اللي معايا بيبقى مديني البيانات، مديني البيانات المعيارية والفعلية. بيقول لي عدد العمال في البيانات المعيارية 600 عامل، وفي الفعلية 550 عامل. طب ده مختلف عن السكشن اللي فات. في السكشن اللي فات كان التمرين معايا مديني 3 مستويات من العمال. طبعا مش هتفرق معايا، انا بدل ما كنا المرة اللي فاتت بحسب الانحراف على مستوى كل نوع من العمالة اللي عندي واجمعه للثلاث مستويات، المرة دي عنده نوع واحد من العمالة فخلاص بسيطة هحسبه للنوع ده بس، يبقى ده الانحراف المطلوب. يبقى ده الفرق عندي من السكشن اللي فات، ان كان مديني 3 مستويات، مستوى عامل ماهر ومتوسط وعادي. المرة دي مديني عدد العمال بشكل اجمالي، ان احنا في البيانات المعيارية محتاجين 600 عامل. ال 600 عامل دول العامل هيشتغل بمتوسط اجر العامل في الشهر 250 جنيه، وعدد ايام العمل في الشهر 25 يوم، وعدد الوحدات المنتجة شهريا 30,000 جنيه. يبقى دي البيانات المعطاه بالنسبة لي على اساس معياري، ان انا محتاج 600 عامل، والعامل هيشتغل ب 250 جنيه في الشهر، وهيشتغل 25 يوم علشان يقدروا ينتجوا لي 30,000 وحدة. طيب نبص على البيانات الفعلية. في البيانات الفعلية بيقول لي ان عدد العمال اللي احتاجناهم فعلا كانوا 550 عامل، والعامل قبض على متوسط اجر العامل في الشهر 264 جنيه، وعدد ايام العمل في الشهر كان 24 يوم، وعدد الوحدات المنتجة كان 28,000 وحدة. يبقى دي البيانات المعيارية والفعلية، وهو محتاج مني احلل باستخدام النموذج الثنائي. طيب نبص كده مع بعض في البيانات. هو مديني متوسط اجر العامل على اساس الشهر، ومديني عدد ايام العمل. طيب يبقى انا هنا لازم عشان اوحد المقياس بتاعي احول كل البيانات اللي عندي ديت لبيانات تتعلق بشكل يومي، يبقى هجيبها على مستوى اليوم علشان نقدر نحسب الانحرافات. طيب يبقى اول حاجة بالنسبة لي انا عندي عدد العمال مفيش فيه مشكلة، لكن عندي متوسط اجر العامل في الشهر معياريا 250 جنيه. طب العامل يشتغل كم يوم؟ 25 يوم. يبقى اول حاجة هنجيبها ان انا عاوز اجيب الاجر المعياري للعامل في اليوم الواحد، عاوز اجيب معدل للاجر المعياري للعامل في اليوم الواحد. طيب يبقى احنا اتفقنا معايا الاجر المعياري للعامل في الشهر 250 جنيه، والعامل هيشتغل كم يوم معياريا؟ برضو 25 يوم. يبقى الاجر اليومي ببساطة خالص ناخد ال 250 جنيه اللي هي معدل الاجر الشهري على عدد الايام العمل في الشهر، يدينا 10 جنيه لليوم. يبقى 250 جنيه على 25 يوم يبقى 10 جنيه في اليوم. يبقى كده معدل الاجر المعياري للعامل في اليوم 10 جنيه. تمام. طب بالنسبة للفعلي، في الفعلي احنا اشتغلنا كام يوم؟ 24 يوم. طب العامل قبض كام؟ 264 جنيه. يبقى متوسط او معدل الاجر الفعلي للعامل في اليوم هيبقى عبارة عن الاجر الفعلي للعامل شهريا اللي هو 264 جنيه على عدد ايام العمل الفعلية. يبقى معدل الاجر الفعلي لليوم في للعامل عبارة عن 264 على 24 جنيه يساوي 11 جنيه. اذا معدل الاجر الفعلي للعامل يوميا 11. يبقى انا كده جبت معلومتين، الاجر المعياري للعامل في اليوم 10 جنيه، طب الاجر الفعلي للعامل في اليوم 11 جنيه. طيب
كده هل انا جاهز علشان اقدر احسب الانحرافات وفق النموذج الثنائي؟ بالنسبة لي كمان علشان احنا محتاجين الزمن المعياري، فلازم احسب الاول الزمن اللي بنحتاجه لانتاج وحدة واحدة باليوم. هو قال لي ان احنا محتاجين 600 عامل يشتغلوا 25 يوم عشان ننتج 30,000 وحدة. اللي انا عايز اشوفه دلوقتي، عاوز اشوف الوحدة الواحدة تحتاج زمن قد ايه. طب الكلام ده معناه ان انا عاوز اشوف الزمن المعياري بالايام للوحدة الواحدة. عشان اجيب الزمن المعياري الايام للوحدة الواحدة، هناخد الزمن المعياري كله بتاع الانتاج المعياري واقسمه على عدد الوحدات. بمعنى ايه؟ ان انا محتاج علشان انتج ال 30,000 وحدة محتاج 600 عامل اشتغلوا 25 يوم. ده كل الزمن اللي انا محتاجه، 600 عامل في 25 يوم. طب دول هيقدروا ينتجوا كام وحدة؟ 30,000 وحدة. يبقى هناخد ال 600 في 25 ونقسم على 30,000، يديني نص يوم للوحدة. يبقى الوحدة محتاجة زمن معياري قدره نص يوم. يبقى الوحدة الواحدة من الانتاج محتاجة مني زمن معياري قدره نص يوم. طيب احنا فعليا انتجنا كام وحدة؟ 28,000 وحدة. يبقى طالما احنا الانتاج الفعلي 28,000 وحدة، يبقى الزمن المعياري للانتاج الفعلي ده هيبقى عبارة عن ايه؟ الزمن المعياري للانتاج الفعلي هيبقى عدد الوحدات اللي تم انتاجها فعليا، 28,000 وحدة في النص اللي هو الزمن المطلوب معياريا لانتاج الوحدة الواحدة. يبقى انا انتجنا 28,000 في نص ب 14,000 يوم، يبقى ده الزمن المعياري للانتاج الفعلي. يبقى ده الزمن المعياري للانتاج الفعلي. طب الزمن الفعلي كام بقى؟ احنا فعليا استخدمنا 550 عامل لمدة 24 يوم. ده الزمن الفعلي بالنسبة لي عشان ننتج ال 28,000 وحدة. فيبقى الزمن الفعلي بالنسبة لي 550 عامل في 24 يوم يساوي 13,200 يوم. يبقى الزمن المعياري 14,000 يوم والزمن الفعلي 13,200 يوم. يبقى الأول كده قبل ما نحسب الانحراف الثنائي، نحلل الانحراف الثنائي، هنحسب الانحراف الكلي. فاكرين كلنا مع بعض من المرة اللي فاتت قلنا الانحراف الكلي عبارة عن التكاليف المعيارية ناقص التكاليف الفعلية. طيب التكاليف المعيارية عبارة عن ايه؟ عبارة عن الزمن المعياري في معدل الدفع المعياري. طيب والتكلفة الفعلية عبارة عن الزمن الفعلي في معدل الدفع الفعلي. طيب نحسب بقى دي ازاي؟ الزمن المعياري احنا جبناه 14,000 يوم، حسبناه هنا الزمن المعياري 14,000 يوم، ومعدل الدفع المعياري حسبناه 10 جنيه. يعني انا محتاج 14,000 يوم واجري اليوم 10 جنيه. يبقى دي التكلفة المعيارية اللي هو الزمن المعياري في الدفع المعياري، 14,000 في 10 ناقص التكلفة الفعلية الزمن الفعلي في معدل الدفع الفعلي. الزمن الفعلي برضو احنا حسبناه 13,200 يوم، تمام، في معدل الدفع الفعلي حسبناه 11 جنيه لليوم. يبقى 13,200 في 11 يطلع الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة ب 5,200 جنيه. طبعا ده انحراف سالب في غير صالح الشركة. طب عشان نحلله بقى للتحليل الثنائي، وفقا للتحليل الثنائي زي الدكتور ما طالب مننا، التحليل الثنائي اتفقنا ان هو 2، انحراف زمن وده بيبقى مسؤولية إدارة الإنتاج، وانحراف معدل الدفع اللي هو مسؤولية إدارة المشتريات. انحراف الزمن عبارة عن الزمن المعياري في الزمن الفعلي، الزمن المعياري آسف، ناقص الزمن الفعلي في معدل الدفع المعياري. انحراف الزمن عبارة عن الزمن المعياري ناقص الزمن الفعلي في معدل الدفع المعياري. الزمن المعياري اتفقنا ان هو 14,000 يوم. طيب والزمن الفعلي؟ الزمن الفعلي عبارة عن 13,200 يوم. يبقى 14,000 ناقص 13,200 في 10 جنيه اللي هي معدل الدفع المعياري يطلع بالموجب 8,000 جنيه، انحراف موجب. طيب نشوف بقى النوع الثاني اللي هو انحراف معدل الدفع. انحراف معدل الدفع عبارة عن الدفع المعياري ناقص الدفع الفعلي في الزمن الفعلي. الدفع المعياري اللي هو مسؤولية إدارة الموارد البشرية، ده عبارة عن الدفع المعياري 10 جنيه حسبناه ناقص 11 الدفع الفعلي في 13,200، ده الزمن الفعلي الكلي اللي سبق برضه وحسبناه.
يطلع ب 13200 بالسالب. طبعا ده التحليل الثنائي وفقا لما هو مطلوب. لو جمعنا ال 8000 بالموجب مع ال 13200 بالسالب لازم تديني ال 5200 بالسالب. وبكده نبقى خلصنا المطلوب في التمرين ده. وان شاء الله لو في اي اسئله او استفسارات يا ريت تسيبوها في التعليقات ونرد عليها ان شاء الله قبل ما نبدا في السيكشن اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله.